عليكم، نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. شكرا 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 على المتابعه ديالكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، اول روتين عندي في الدار جديده. شكرا لكم احبابي كاملين، خليكم معايا باش تشوفوني شنو غندير في هذا الروتين ان شاء الله، وتشوفوني شنو غندير في اليوم ديالي ان شاء الله يا ربي بكل طاقه ايجابيه ان شاء الله، ونضحك وننشط، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. كنقول علاش انايا علاش يا حسنيه انت غتبقى تفقسي راسك وتحزني تلقاها تسرح، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. المهم هو انني نكون ناشطه في دماغي ونضحك ونلعب، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. وهذا الشيء اللي كاين حبايبي، وخليكم معايا ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم، وتشوفوا ان شاء الله داكشي اللي درت غادي نشاركو معاكم. وقبلوا عليا وشكرا لكم، والله يحفظكم والله يسهل عليكم. ما تنساوش لي لايك الفيديو، شكرا، خليكم معنا. خواتاتي الغاليات، هنا كما كتشوفوا اختكم حسنيه غسلت الماعن، كي كتصبح الروينه ديال الماعن الصباح ما عرفتش واش بحال تقولي عندنا العرس، فين ما كان شي كاس، شي بن عمود شي كاس، وشي طبصيل، وشي ولد عمو، وشي ولد خالو، كيصبح كلشي موسخ ما نكذبش عليكم. بحال تقولي عندنا العرس، ديما الشبكه ديال الماعن عامره، ديما غير كنغسل زعما كتعمر الشبكه. انا من عادتي اللي ما كنخليش الماعن في الشبكه، ما كنحملش الماعن يكونوا عندي في الشبكه، يعني كيعجبني نغسل الماعن يتستفوا في بلاصتهم عاد انني نكون مرتاحه. كتكون الشبكه عامره بالماعن بحال كتكون شي حاجه محطوطه لي فوق راسي. هادشي اللي كاين خواتاتي، ونتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وما تنساوش لايك لا فيديو الا عجبكم من طبيعه الحال، الا ما عجبكمش الفيديو خليوه يدوز من الاول حتى الاخر بلا ما تتفرجوا فيه، حيدوا له الصوت وحطوه وخليوه يتفرج، تاخذوا اجر وتاخذوا صدقه جاريه، الله يجعلها لكم صدقه جاريه. شكرا لكم بزاف. المهم اليوم كما كتشوفوا نهار جديد وفيديو جديد، كل نهار ونهارو كما شفتوا. اليوم النهار ديال اليوم اول روتين عندي في الدار الجديده، كنت نحاول ما امكن نتمقلم مع الوقت، وكنحاول نولف راسي حيت هي زعما راه ماشي سهله باش انك كل مره تكون في دار، كل مره السيستيم ديال دار، كل مره حومه، كل مره هي صعيبه. ولكن كنحاول ما امكن انني نتمقلم مع الوقت، وكنحاول ما امكن نولف راسي، كنحاول نشط راسي براسي. يعني راه الا ما نشطيش راسك براسك في هذا الوقت راه ما كاينش اللي غينشطك، ما عطيتيش لراسك الطاقه الايجابيه راه ما كاينش اللي غيعطيها لك، ما وقفتيش مع راسك راه ما كاينش اللي غيوقف. ولكن اختكم حسنيه كما كتشوفوا اليوم راه واقفه نيت، وقفه ديال الصح وبكل طاقه ايجابيه ان شاء الله، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. لان بنادم ما عندوش علاش غادي يبقى يمرض راسو، ما عندك باش غتفيد راسك، يعني بنادم اللي يمرض راسو ما عندي في المثل، واخا حتى نمرض راسي ما عندي باش غنفيدو، ما عندي باش غنفيد راسي. اللهم نضحك ونشط، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون، اللي قسمها الله هي اللي غتكون. الحاجه اللي في رزقك راك غتاخدها، اللي ماشي في رزقك راك جامي انك تاخدها. والحمد لله والشكر لله على كل حال، وحنا صابرين حتى يحن نصيد ربي. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله دائما وابدا كنقول الحمد لله. هنا كما كتشوفوا صافي مسحت لابابو ديالي حيت داك العطريه وداكشي، واخا عاد البارح يعني راكم عارفين ضروري الوسواس خاصني ندوز داك الزيف هكاك، الا ما دوزتوش من تحت العطريه ومن تحت داكشي كنبقى مشكله. صافي هنايا دابا استفت المعنات ديالي كاملين، غسلتهم استفتهم كاملين، كنغسل لابابو، كندوز على لابابو كامل، عاوتاني فين كنغسل المعن هنا كندوز على داك الكريسي كيكون في الكوزينه كتجلس عليه النويويره ديالي. هنايا عاوتاني كنهز المقراج اولا الغلاي، كنلقى شويه مكفس من التحت مع البوطه عندي بلات كتطلق لي شويه التكفاس، ما عرفتش علاش كتطلق شويه الدخان كتطلق التكفاس. المهم ما تضحكوش عليا وما تديوش عليا بحال 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 التكفاس بحال الكفاس بحال. بالنسبه للناس اللي قالوا لي بقى ديري الطابليه باش ما تفزقيش حوايجك، راه كننسى، حتى كنتفرج في راسي في الفيديو عاد كنشوف راسي بلا طابليه. ان شاء الله مره اخرى نعلقها في الباب باش نتفكرها. صافي هنايا من بعد ما كما شفتوا، من بعد ما غسلت الماعن استفتهم، هنا عاوتاني مشيت كنغسل البوطه، راني في الوحله مع هاد البوطه كنقول نشري لها الومنيوم، نشري لها الومنيوم، وكننسى غير كنخرج هكا للخبازه ولا كننسى ما كنشري لهاش الومنيوم، وكنحل فيها اي حاجه تزلعت، الا تزلع عليها غير اتاي صافي كيبقى مطبع، كيخصك عاوتاني تغسلها وتمسحها. وهذا الشيء اللي عطى الله ضروري، يعني هاد الروتين هذا راه ضروري كنستعملوه يوميا، يعني ولينا حافظينه ديرو بتغمام يدي عينيك، عينيك مغمضين وديري هادشي.
صافي، لان واحد الحاجه اللي كتكوني صافي ولفتيها دائما. صافي، هنايا كنمسح البوطه ديالي، نمسح من التحت عاوتاني الفران. هنا بقيت كندور يدي على داك البوطيك ما يكونش واحد منفس، حيت غير كنمسح هادي ما كيبقى لي شي واحد هكا منفس. صافي، هنا كنمسح دوك الحديدات عاوتاني ديال دوك المجامر اولا الحديدات، المهم المجامر ديال البوطه كنمسحهم. صافي، غادي ندير المجامر ديال البوطه حتى هما. وصافي، نتمنى تشجعوا اختكم حسنيه، الله يجازيكم بخير، وقفوا مع اختكم حسنيه، راه محتاجه ليكم اكثر من ما كتصوروا، والله يجازيكم والله يوقف معاكم ان شاء الله يا ربي. ودائما الطاقه الايجابيه مع اختكم حسنيه ان شاء الله بحول الله. صافي، هنا كنمسح عاوتاني داك الزجل اللي من الفوق ديال البوطه، كنمسحها حتى هي باش كتولي كتلمع. صافي، هنا كما كتشوفوا راه مسحت كل شيء ديالك، مسحت البوطه، مسحت الفران من تحت. صافي، حطيت الغليلي في بلاصتو حتى هو مغسول، حطيت داك الفويطه اللي كنهز بها البراد. هنا حاشاكم عزكم الله السطل ديال الزبل دخلته لداخل في البلاكار، دوك جوج جفايف، دوك جوج المهم اللي علاش كنزطم فاش كنكون كنغسل الماعن كنزطم عليهم تما، يا حيدتهم. وشطبت الكوزينه كاع ما بينت لكم، كنشطب الكوزينه. صافي، انا شطبت الكوزينه وجيت كنغسل الخضره. مشيت بعدا هو الاول الصباح، حميد مشى سجل الدراري في المدرسه اليوم، سجلهم في المدرسه اليوم الاثنين، مشى باش سجلهم الحمد لله بعد الوليدات راه تقبلوا في المدرسه الحمد لله والشكر لله. وانا مشيت للسويقه جبت الدنجال ومطيشه والبطاطا، المهم كل نهار ونهار وكل واحد كيتقدى داكشي اللي على قدو وداكشي على قد جيبو، داكشي اللي زعما داكشي اللي قسم الله بنادم هكا باش يدير غديوه. وندير معكم واحد الغديوه اللي زوينه بزاف، وقبلوا على اختكم حسنيه، والحمد لله كما كنقول لكم دائما كل نهار ونهار وكل نهار رزقه. هنايا شريت البطاطا والدنجال ومطيشه، شريتهم من السويقه. وصافي، هنايا دابا عاوتاني غسلتهم خليتهم في الشبكه كيستقطروا باش ندير الغدا ان شاء الله يا ربي. ونتمنى يعجبكم الغدا ديالي، وكل نهار ونهار وكما كتقول لكم اختكم حسنيه. اول حاجه بعدا غادي نجفف النويبره ديالي، خلاص راها غا داخله خارجه. هنايا درت شويه ديال صاني كروا في السطل مع الماء، صبنت نجفف مزيان. وغادي نجفف الكوزينه هي الاولى، حيت صغير كنغسل الماعن كيبقى يستقطر لي الماء، كيخرج لي الماء الارض شي شويه بحال هكا، وضروري خاصني ندوز جفيف. واخا عاد سيقت البارح يعني راه مازال ما سكناش كاع في الدار، يا يلاه سكنا يومين، يومين هي هذيك، يومين البارح واليوم، البارح واليوم سكننا في الدار. صراحه باش زوين هاد الزليج واعر ما كيبانش فيه الوسخ، وغير كدوز جفيف كيولي كيلمع صراحه زوين هاد اللون هذا ديال هاد المارو، واعر ما كيبينش الوسخ، يعني واخا تكون الدار موسخه ما كيبانش. هذا هو اللي عجبني في هاد اللوين هذا. صافي، هنايا دابا ما غاديش نجفف الدار كامله، جففت غير الكوزينه. دابا حاليا راني في الكوزينه، عاد نسالي من الكوزينه نرد الغدا يطيب، عاد كنمشي نجفف في الدار. والتصبين خلاص كما كتشوفوا التصبين راه محطوط ليه، غنصبن واحد الربينه ديال التصبين ما نقولش لكم، مع جماعه التصبين بزاف. وغادي نصبن ان شاء الله، المهم شويه بشويه راكم عارفين. انا قلت لكم واحد الحاجه فيا خايبه دائما، غير كندير الحاجه بحال هكا كنبغي ندير كل شيء في نهار واحد، يعني ماشي اليوم نصبان وغدا نسياق، يعني نحاول على صحتي. لا، خصني ندير كل شيء، غير كنحداك كتجي الحداقه راه كتجي في نهار واحد، خصني نحداك نحداك في نهار واحد، عاوتاني غير نعجز دا نعجز في نهار واحد. صافي، هادشي اللي كاين. صافي، هنايا خواتاتي كما كتشوفوا، من بعد ما جففت الكوزينه ديالي، غسلت الماء، يعني غسلت الماء بعدا هما الاولين، جمعت لابابو، غسلت كل شيء. صافي، دوزت جفيف، غسلت البوطه، غسلت البوطه عاد دوزت جفيف. صافي، المهم كل شيء انتم كتشوفوا. هنايا كندير الغدا، البطاطا مشرمله، صراحه البطاطا مشرمله اللي كتجي واعره ما نكذبش عليكم، انا كتعجبني البطاطا والزيتون بلا لحم بلا دجاج، غير هكاك بوحديتها البطاطا مشرمله كتجي زوينه. كل نهار ونهار وكل نهار رزقو، وكل واحد كيدير داكشي اللي علاش قدر الله وداكشي اللي كتف. كل نهار ونهار. هنايا درت البطيطه ديالي، قطعتها هكاك طرونش في الطاوه، درت عليها القزبور وطريف ديال الحامض كما شفتوا. هنايا كنشلد مطيشه عاوتاني حتى هيايا، كنشلد مطيشه هكا رقيوقه، وكنشلد عليها بصيله. صافي، وندير العطريه ونردها تقلى تتقلى مزيان. والثومه ما تنساوش الثومه، نتوما ديروا الثومه يعني عاديه، انا درت الثومه بودر وانتوما ديروا الثومه، يعني انا عندي داك الثومه بودر درت الثومه بودر. بالنسبه للعطريه كندير العطريه كامله،
وصافي تحميره والكمون والسكينجبير والبزار. بزاف ديال الناس غيقولوا لي علاش درتي الكمون في البطاطا، انا كندير الكمون في البطاطا كيعجبني هكا، بطاطا مشرمله والملحه. صافي دابا غادي نزيد الثومه بودر ونزيد الزيت، هما اللي غادي نزيد دابايا، وغادي نخلطها مزيان ديك الطاوه ديالي حتى تشرمل داك البطاطا مزيان. صافي ورده تقلى حتى تقلى هنايا كما كتشوفوا، زيد الزيت لان وزيد الثومه العدس بودر. بعد ما دارت اختكم حسنيه الغدا وجمعات الكوزينه والدار، دابا الى تصبيني ان شاء الله. انا صبنت 3 سطوره وهاني مازال كنصبن، واخر ما كاين في الفراكه هذه ديال الثلاجه صراحه كتجيني زوينه هكا كنصبن عليها كنفرك عليها احسن من هكا، هكا كيتفرعوا لي يدي. ديالنا العزاز الغدا ديالنا هو وجاد بطيطه ما شاء الله كي جات، درت لها هكا الزيتون وهنايا درت شويه ديال الخيار وشويه ديال الفجل هو اللي بقاني تقطعته ودرته هكا يا من الفوق على هذا الشكل. ونتمنى يعجبكم الغدا ديالنا المتواضع ومع خبيز وهذا الشيء اللي كاين خواتاتي، وشكرا لكم. السلام عليكم مشاهدينا ديالنا العزاز، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. واليوم كنشاركوا معكم الغديوة ديالنا البسيطة، وديما كنشاركوا معكم هنا أي حاجة درنا كنشاركوها مع المشاهدين ديالنا. ونتمنى ديروا لنا لي لايك، لي لايك ما تنساوش لي لايك المشاهدين، الله يجزاكم بالخير وشكرا لكم. هذا ما نقول لكم، وانتم معنا حاجة أي حاجة درنا كنشاركوها معكم والله يحفظكم. ها انتم اخوتي وخواتاتي طيطه مشرمله، نتمنى تجربوها وتعدوا عليها، راه كتجي رائعه بالثومه والربيع والزيتون ولالا النويوي، راه هي وسيدي علاء الدين حبيز وسيدي كمال وسيدي حميد ولالا ندى. شنو لالا ندى ما عطيتيش اي تحيه للمشاهدين؟ السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ يلا حبابنا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم، وما تنساوش لي لايك لي فيديو وشكرا لكم.